يا أخي محرم به، محرم به مدرب الفريق الإيراني اليوم فريق سبهان أصفهان. قبل ليلتين طلع وقال إن فريق النصر فريق مكشوف وما عندهم إلا حمد الله وراح نمسكه. أول حاجة أخذ له هدفين بتوقيع السيد حمد الله، هذه أول شيء أعطاه واحدة ثنتين، أخذ له جولين محترمين. اثنين، قدم النصر صورة تثبت علو كعبة على فريق سبهان. مو بس النصر، لو تراجع كل المجموعات الأربعة الآن بالرغم حتى من خسارة التعاون اليوم، الفرق السعودية الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا هي رؤوس المجموعات. ويقولون كورتنا يا رجال، قولوا الحمد لله احنا بخير، بخير، وفالنا ان شاء الله الأربعة يتقدمون للمرحلة التالية من البطولة.